السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات. الآن نمر إلى درس آخر بعنوان المثلثات، تصنيف وإنشاءات. الدرس 23، الحصة الأولى. نعم، كما العادة سنقوم بحساب سريع، حساب ذهني. هنا نضرب 9 في 7، 9 في 8، 9 في 6، 9 في 4، 9 في 3، 9 في 5، 9 في 9. إذا حاولوا إنجاز هذه العمليات بسرعة. ثم نمر إلى ملاحظة هذه الأشكال الهندسية. هذه الأشكال كما تعلمون أنكم قد درستم في مستويات السابقة اسم هذه الأشكال. إذا هذه الأشكال هي عبارة عن ماذا؟ عن مثلثات. عن مثلثات. إذا الآن سنقوم بتصنيف هذه المثلثات. سندرس كل شكل على حدة لمعرفة كل شكل على حدة. إذا نبدأ بهذا المثلث E F G. إذا لاحظوا هذا المثلث إذا له 3 رؤوس: الرأس F، الرأس G، الرأس E. له كذلك 3 أضلاع: الضلع E F، الضلع F G، ثم الضلع جاء كذلك له 3 أضلاع، كذلك 3 زوايا: زاوية ثم هذه الزاوية ثم هذه الزاوية، له 3 زوايا. إذا لاحظوا قياس الأضلاع. إذا EF طوله 6 سنتيمتر، FG كذلك 6 سنتيمتر، و FE و GE كذلك 6 سنتيمتر. إذا هذا المثلث أضلاعه 3 لها نفس القياس، إذا أضلاعه متقايسة، إذا نسميه مثلث متساوي الأضلاع. الأضلاع 3 متقايسة، إذا هذا مثلث متساوي الأضلاع لأن أضلاعه 3 متقايسة. نمر إلى هذا المثلث A B C. إذا له كذلك 3 رؤوس: A الرأس، B والرأس، C له 3 أضلاع: C A A B B C. إذا 3 أضلاع، 3 زوايا كذلك: زاوية هنا، الزاوية الأخرى هنا قائمة، ثم الزاوية الثالثة. إذا هذا المثلث هو نسميه مثلث قائم الزاوية. وفي أي رأس قائم؟ في الرأس A. إذا نقول مثلث قائم الزاوية في A. ثم نمر إلى هاتين المثلثين. المثلث الأول مثلا M N O، نفس خصائص بالنسبة للمثلثات: 3 رؤوس O N M، 3 أضلاع M O O N N M، 3 زوايا كذلك. ملاحظة هنا أن هذا المثلث له ضلعان متقايسان: الضلع M O ثم الضلع M N، قياسه 5 سنتيمتر. إذن له ضلعان متقايسان، إذن نسميه مثلث متساوي الساقين في M. لماذا سميناه مثلث متساوي الساقين في M؟ لأن الضلعان المتقايسان
يتقاطعان في النقطة M، يعني ينطلقان من الرأس M. إذن هو مثلث متساوي الساقين في M. ثم مثلث آخر، نلاحظ بأن هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية في G. إذن هنا نفس الشيء، ثلاث رؤوس جي اي كا، ثم الأضلاع ثلاثة، الزوايا ثلاثة، نفس الشيء هنا خصائص المثلث. إذن هذا المثلث هو قائم الزاوية في جي، قائم الزاوية في جي. ولاحظ بأن جي، إذن جي كا تساوي 3 سنتيمتر، جي اي تساوي 3 سنتيمتر. إذن هذا المثلث هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين في جي في نفس الوقت، هو قائم الزاوية في جي ومتساوي الساقين كذلك. نمر إلى هذا المثلث، هذا المثلث A B C، نفس الشيء، ثلاث رؤوس، ثلاث أضلاع، ثلاث زوايا. لاحظوا الأضلاع هنا، الضلع AC يساوي 3 سنتيمتر، CB 4 سنتيمتر، ثم AB 6 سنتيمتر. إذن هذا المثلث أضلاعه ليس لها نفس القياس، إذن هي أضلاع مختلفة القياس، لذلك نسميه مثلث مختلف الأضلاع. إذن خلاصة لهذا ما قلنا، إذن سننظم هذه المعلومات في الجدول التالي. إذن هنا المثلثات التي رأينا، مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الساقين، مثلث قائم الزاوية، مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية، مثلث مختلف الأضلاع. إذا لاحظوا هنا عدد الأضلاع، عدد الرؤوس، عدد الأضلاع المتقايسة، هل له زاوية قائمة أم لا؟ إذا نلاحظ هنا بأن كل المثلثات لها نفس عدد الأضلاع، ثلاثة كلها لها نفس عدد الأضلاع، كما أن لها نفس عدد الرؤوس، ثلاثة لكل مثلث. اختلاف هنا في عدد الأضلاع المتقايسة. إذا متساوي الأضلاع يعني الأضلاع الثلاثة متقايسة. في المثلث المتساوي الساقين هناك ضلعان متقايسان فقط. قائم الزاوية الذي رأينا ليس له ضلعان متقايسان، إذا أضلاع مختلفة. ثم المثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية له فعلا ضلعان متقايسان لأنه متساوي الساقين، له ساقين متقايسين. ثم مختلف الأضلاع، أضلاعه كلها مختلفة، ليس له أي ضلعين متقايسين. بالنسبة للزوايا القائمة، المثلث متساوي الأضلاع ليس له زاوية قائمة، كذلك متساوي الساقين ليس له زاوية قائمة. هنا قائم الزاوية نعم له زاوية قائمة، ثم متساوي الساقين وقائم الزاوية كذلك له زاوية قائمة، ومختلف الأضلاع ليس له زاوية قائمة. بعد ذلك سنمر إلى كيفية إنشاء هذه المثلثات المختلفة.